أنا بالنسبة لمنطقة بعشيقة وساحل نينوى تعتبر عراق مصغر، تعايش كل الأقليات، كل الطوائف والمكونات من يزيدية، مسيحية، إسلام، شيعة، تركمان، كاكائية، أكراد، كنا إحنا متعايشين صار مئات السنين. ما كنا نفكر إنه هذا من النوع الكذا وهذا من النوع الكذا، كلتنا إخوة، كنا نشارك كل المناسبات. يعني إذا ما تعرف هاي المناسبة مع المسلم تشوف كل اليزيدي والمسيحي وكل حاضرين، نفس الشيء المناسبات مع اليزيدية والمسيحية، الكل احنا نشارك سوا بالتعازي، بالمناسبات، بالندوات، خاصة إذا رحنا لخارج المنطقة، مثلا احنا ببغداد أو بالجنوب، أنا من أشوف واحد من أهل بعشيق أو ساحل نينوى أعتبره أخويا، ماكو فرق كانت، بس للأسف. بالنسبة للطقوس عند في الديانة اليزيدية، احنا مثل ما عندنا رأس سنة شهر شنبسور، أو احنا نسميها الصري سالي رأس السنة، فهذا احنا نقعد هنا كعيد، يجونا المسؤولين ويجونا من كل المكونات مع أهل بعشيقة، يجون يشاركونا بعيدنا، ويصير سوالف مثل ما يقولون، بيض الاحمر واحد هاي من المحافظ الى، خاصه احنا علينا من الاقليات الموجوده عندنا بسال، كل يشاركونا بهاي المناسبه. ورا يومين عندنا الطوافه مالها، الكل تجي من الاخوان الشبك، ما تعرف هذا منو. ورا داعش صار تغيير جذري بالعلاقات، مو احنا ظلينا محافظين، بس صار شويه نوع انه هذا من كذا، وهذا بين هذا سني وهذا شيعي وهذا كردي وهذا يزيد، قبل معكم مرة داعش شوية صار نمو التعصب الديني اللي صار عندنا، بس الحمد لله احنا لا، بسنجار صارت على اليزيدية، لان جيران سنجار هم اللي دمروا سنجار. المجتمع بحاجة إلى ثقافة ونكران ذات، المجتمع بحاجة إحنا نبدأ من الطفل في المدرسة من صف أول، نقول له هذا أخوك، هذا صديقك، مو هذا يزيدي، هذا مسيحي، هذا مسلم، هذا سني، هذا شيعي. لازم يتربى الطفل من هو مثل العجينة تقدر تعجنه يمشي على هالمنوال، أما أنت إذا تعلم الطفل لا تمشي مع هذا، هذا كافر، هذا كذا، هذا كذا، هاي اللي أثرت. احنا أملنا بالمستقبل عن التفكير التعصب الديني، إن شاء الله الفكر الداعشي بعد معشعش بقسم من ما نسمي الكل، بالقسم اللي هسه متأثرين به، فأنت إذا ما تقضي على هذا الفكر ما تحصل شيء. احنا بالنسبه لبعشيقه، وانتم تعرفون حصل بعشيقه تدمير البنى التحتيه كلها، كان عندنا زراعه زيتون بالاف الاشجار، كان عندنا معامل مال راشي الكل تشتغل بيها من كل سهل نينوى، يعني معامل الاف العمال الشغل، حتى من ضمن النسوه بنات يعني يشتغلون بيها اعتيادي، ماكو فرق بين هذا وهذا بالمعامل، مصانع مال زيت الزيتون، مال الصابون، هاي كلها انتهت، مال طرشي، كل هاي المصانع والمعامل أثرت على الأيدي العاملة اللي عندنا، وخلت يصير تباعد في المجتمع، لأن من انتهت لو ترجع نفس الحالة ترجع، هذا يجي يشتغل ما تفكروا انت هذا من وهذا من، المهم يشتغلون الكل، فهاي السبب. فإن شاء الله احنا دا نحاول بالندوات، باللقاءات، بالمشاركة، التعازي للكل، يعني احنا بنصير تعازي نشارك، نسوي تقارب حتى الشباب يشعرون انه شوفوا جايين من بعشيقة، جايين لفلان منطقة، يشاركونا بالتعزية، اذا ماكو فرق بهاي تنمو شوية. والمنظمات انا اقول لك ساعدت شوية، دائما ندوات النبذ الطائفي، بس شو مو كثير كثير. بالضبط، احنا بالنسبة لنا هاي الموجودة، احنا كمنطقة بعشيق ما صار عندنا مشكلة،
ويا التعايش ويا المسيحيه ويا الشبك ويا ما صار عندنا المشكله. المشكله اللي صارت بالنسبه للمكون اللي صارت بسنجار. سنجار تدمرها جيرانها. احنا صارنا مئات السنين عايشين ما صار مشكله بيننا وبين الشبك، ما صار مشكله بيننا وبين المسيحيه. هل قامت المكون اليزيدي باي اشياء او اي خطوات او مبادرات لبناء هذه العلاقات والجسور ويا اشخاص من المكونات الاخرى من خلال الممارسات الثقافيه والطقوس المجتمعيه والدينيه؟ بالضبط، احنا مدينا ايدنا وقمنا نزور كل المكونات المنطقه. يعني قبل مثلا نزور تجمع الشبك الاكرات، نزورهم من الايد لهم ونقول لهم احنا ترى احنا هم عراقيين درجه اولى، مو تنظرون ينظروننا مثل قبل كعراقي لا درجه ثانيه، لا احنا علينا حقوق واجبات كاحد المكون اليزيدي، هو احد مكونات الشعب العراقي. فتجاوبون وهم تصير زيارات بيناتنا وثقافه موجوده.